السؤال اللي بعد كده ممكن برضو تصنفه في البادجيتنج ميثودولوجي، بيقول لك which one of the following budgets is regarded هي الفاونديشن بتاعت الماستر بادجت او الفاونديشن بتاعت الانوال بيزنس بلان بتاعتك. طبعا السيلز بادجت سيلز الاصل اللي بينطلق منه البرودكشن دخولا على الكوست اوف جود سولد، دخولا على بقيه الايتمز لحد ما ربنا يكرمك وتعمل بادجتد انكم ستيتمنت وما الى اخره على تفصيل قلناه.